مرحبا بكم مرحبا اخرى في لاكيزين ديالي. اليوم جيت نفطر دي بانكيك وحبيت نبارطاجي معكم لا ريسيت. سو سي فوز انتريس كملوا الفيديو حتى للاخر. لي انغريديون هما 200 غرام دو فارين، 250 ملل تاع الحليب، شويه تاع ملح، زوج معالق كبار دو سكر، زوج بيضات، sucre vanille ou la levure chimique. Voilà. Donc dans le récipient d'élan, on met 200 g de la farine d'élan. Après, on ajoute la pâte à modeler. وتزيدوا الحليب 200 ملل تاع الحليب هو يرتاح. ما بقينا غير نطيبوه.
يلا. ديالنا طابو قاتلنا غير لا ديكوراسيون سو انا لا ديكوراسيون كل واحد يديرها كما يحب انا حنبدا نحط فيهم هكا وندير الشوكولا بيناتهم ودوكا حندير كريم فورتيني هكا ودوكا حندير اوريو كسرتو حنديرو هنا في الوسط وحنزيد لها شوكولا هكا باش تجي طايحه البانكيك ديالي اذا حتيوه ما تنساوش تبعثوا لي فوتو في انستغرام باش نشوفهم اللي حنخليو الانستغرام تاعي اللي حنخليو لكم لتحت في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ونشوفكم في الفيديو الجايه ان شاء الله باي باي